السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم أينما كنتم، يعطيكم العافية. معكم أخوكم محمد بخالي من شركة بروج. إن شاء الله اليوم في هالفيديو راح نستعرض لكم الشقق، عبارة عن غرفتين وصالة، وأيضا عندنا نماذج 3 غرف صالة، مساحات متواضعة، يعني الغرفتين وصالة ما يقارب من 85 إلى 95 متر مربع، والثلاثة غرف صالة مساحة واحدة ثابتة وهي 135 متر مربع. طبعا مشروع سكني عبارة عن مرحلتين، المرحلة الأولى أنجزوها الآن لها تقريبا 8 سنين، أما المرحلة الثانية تعتبر جديدة تقريبا الآن لها ما يقارب 2 سنين. طبعا أسعار جدا منافسة، تبدأ من 25,000 دولار، وأيضا تطلع إلى ما يقارب 40 إلى 50,000 دولار. خلوكم ويانا، شوفوا المجمع وأيضا شوفوا تفاصيل شقة نموذج غرفتين وصالة، ابقوا ويانا وشوفوا العرض. حالياً احنا متواجدين في المجمع، طبعاً مثل ما انتم شايفين عندنا منطقة لألعاب الأطفال بالإضافة إلى جلسات، يعني صراحة المنطقة مرتبة جداً. هنا عندنا أيضاً جلسات عائلية، وفي منطقة راح تكون ماركت قريباً، وهذا المسجد تبع المجمع. طبعاً مثل ما ذكرت لكم فيها شقق بأسعار مناسبة جداً، عبارة عن 3 غرف صالة وأيضاً 2 غرفة صالة. الشقة عبارة عن 2 غرفة وصالة، مساحتها 85 متر مربع. راح نشوفها الآن وياكم بالتفصيل. طبعاً هنا عندنا مدخل الشقة، كل دور فيها 4 شقق، مجمع سكني قريبة من المركز، قريبة أيضاً في عندكم المواصلات، كل شيء تخدم المنطقة. أول ما ندخل على يسارنا مباشرة عندنا دورة المياه الأولى، طبعاً النظام العربي ممكن تغييره الأفرنجي. وهنا عندنا المطبخ، طبعا عمر الشقة ما يقارب 10 سنين تقريبا، تعتبر نظيفة. عندنا هنا البلكونة لها اطلالة على داخل المجمع مثل ما شايفين. عندنا موقف سيارات، العاب الاطفال، في سوبر ماركت في المنطقة، ايضا المواصلات، المسجد. نبعد عن مطار طرابزون 5 دقائق فقط. المشروع في منطقة بيليثي. طبعا هنا عندنا الصالة مفتوحة على المطبخ، ممكن تقدر تسكره. هذه الصالة، يعني مساحة الصالة أتوقع ما يقارب تقريبا 7 × 4 أو 7 × 3 تقريبا. هنا عندنا دورة المياه الثانية اللي تخدم الشقة بالكامل، طبعا فيها البانيو والكلوزيت، ايضا عندنا المغسلة. هذه الغرفة الاولى، مثل ما ذكرت لكم الشقة 2 غرفة وصالة، يعني ماخذة الجهة، نقدر نقول الجهة الشرقية، لها اطفال ايضا جميلة هنا على الطبيعة. هنا عندنا الغرفة الثانية، مساحة الشقة الإجمالية 85 متر. العمارة مخدومة، فيها مصعدين، حراسة أمنية، كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى بواب في كل عمارة، وقريبة من الخدمات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.